دكتور حسن، يعني ربما يعني أن تكون وسيطا، وخصوصا مع طرف زي الاحتلال الإسرائيلي بيغير من طلباته في اللحظة الأخيرة، أعتقد أنه ده يعني حجم كبير جدا من المجهود. دائما أن تكون وسيطا يعني شيء سهل، لكن أن تكون وسيطا وبتتوسط من أجل إفراج أسرى من الجانبين يبقى شيء أصعب بكثير. حجم المجهود يعني من وجهة نظر حضرتك عامل إزاي؟ يعني خليني أقول لحضرتك يا أستاذ مصطفى، يعني حقيقة مهمة جدا أن مصر دولة كبيرة، وحجم تأثيرها في إقليمها وفي العالم هو حجم كبير للغاية، ويمكن تحركها دائما في القضية الفلسطينية هو تحرك نزيه دون أجندات، ويمكن ده اللي بيكسب مصر كوسيط مصداقيتها لدى الطرفين، لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ناحية ولدى الفلسطينيين من ناحية أخرى. عايز أضيف لك كمان أنه مصر لديها خبرة كبيرة لدى المفاوض الموجود ولدى الدبلوماسية المصرية، خصوصا في التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. العاملين دول الحقيقة هم اللي بيخلوا مصر دائما هي الوسيط الأقوى والأكثر تأثيرا، يعني عند محاولة تهدئة الأوضاع أو تحقيق تقارب في وجهات النظر. ويمكن ده ظهر كما تعلم حضرتك في أكثر من موقف، كان منها مثلا صفقة الجندي شاليط اللي تم يعني مبادلته بعدد 1000 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. نيجي بقى للوقت الراهن، بالتأكيد الوقت الراهن وحالة العدوان اللي مارستها سلطات الاحتلال على سكان قطاع غزة كانت الأخطر من نوعها، ربما لا تكون الأولى ونتمنى أن تكون الأخيرة، لكن كانت الأخطر من نوعها الحقيقة، وكان هناك حالة من حالة التعنت والصلف الإسرائيلي، وأن تضرب سلطات الاحتلال عرض الحائط بكل الضغوط والإملاءات ومحاولات يعني التوفيق وجهات النظر أو غيره، حتى القرارات الدولية. ولعلي أذكرك وأذكر السادة المشاهدين الكرام بأنه مجلس الأمن استصدر قرار بضرورة تطبيق هدن إنسانية لم تنصع لها إسرائيل ولم تستجب له إسرائيل، استجابت للمفاوض المصري، استجابت للمفاوض المصري الذي استطاع بحق أن هو يمارس الضغوط الكفيلة بإمكانية التوصل إلى هذه الهدنات، خصوصا أن المسألة كانت مرتبطة بهدف من الأهداف المعلنة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن فشلت عسكريا في تحقيقه، وهو إخراج المحتجزين لدى حماس. استمرار الهدنات واستقرارها 4 أيام ثم تمديدها يومين آخرين، ما تردد حول تمديدها يومين آخرين، بالتأكيد احتاج إلى جهد كبير جدا من المفاوض المصري لكي يتم التوصل إلى هذا الهدف. لكن عايز أقول لك أنه هذا الأمر هو شهادة نجاح جديدة للقيادة السياسية المصرية وللدبلوماسية المصرية في مجال الوساطة النزيهة.